ولذلك كثير من الناس يجي الى الامام الصادق، يجي الى الامام الرضا، يجي الى امير المؤمنين، يقول له سيدي عندي سؤال، عندي سؤال. الامام يقول له تريد قبل ما تسألني تريد تحب اقول لك شو تريد تسألني؟ قبل ما هو يسأل يفتح لسانه الامام يخبر عما في قلبه. هاي شغل من هذا؟ حتى جبرائيل ما يقدر يخبر هذا الخبر. جبرائيل وميكائيل واسرافيل كل شيء يدري، ولكنه ما في النفوس ما يدري، ما في النفوس ما يدري. الله تعالى عليم بذات الصدور، الامام ايضا في هذه الروايات عليم بذات الصدور. فعلم الامام من الله، والعلم الذي من لدن الله تعالى يعطيها لاحد ما في غلط ولا في خطا ولا فيه اشتباه ولا فيه شك ولا فيه مراجعه. علم الله تقرا ايه الكرسي، وسع كرسيه السماوات والارض. كرسيه يعني علمه، علم الامام وسع السماوات والارض. علم الامام فد درجه، درجه واحده مو درجتين، درجه واحده انزل من علم الله، بس درجه واحده. يعني اول العلم، العلم الاول هو علم الله، لا يعلم الغيب الا الله. درجة واحدة تنزل تجي الى علم الله سبحانه وتعالى.